حلقة جديدة من بعد الحدث، أهلا بكم. مؤخرا ذهب الحوثيون نحو مزيد من التصعيد ميدانيا وسياسيا بهدف القضاء على فرص السلام التي تكونت خلال الأشهر الماضية بجهود الوسطاء الدوليين، خلافا لما تدعيه الميليشيات في خطابها السياسي، فإن ممارساتها على الأرض تدفع باتجاه مضاد لمسار السلام، إلى جانب أيضا التصعيد الميداني واستهداف مواقع القوات الحكومية في مأرب والحديدة وتعز والضالع. كما واصلت تنظيم الاستعراضات العسكرية للأسلحة التي استولت عليها من المخازن التابعة للدولة، وأقدمت على نشر مزيد من الألغام البحرية، واستحدثت مواقع عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها في سواحل البحر الأحمر. التصعيد الذي يتبعه الحوثيون بلغ ذروته بتهديدات علنية وعبر المحطات الإذاعية التي يديرونها بقتل وتصفية من يتصدرون معارضة نهجها وفساد مسؤوليها، وفي مقدمتهم مجموعة النشطاء المؤيدين لنادي المعلمين الذين يقودون الإضراب الشامل للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ 8 أعوام، ليغلقوا الأبواب أمام أي آمال لتحقيق السلام عما قريب. إذن فرص السلام في ظل التصعيد الحوثي هو موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام، الاستفاضة أكثر حول هذا الموضوع سينضم إلي الأستاذ عبد الله إسماعيل، الإعلامي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا بك مرة من جديد أستاذ عبد الله. نتحدث اليوم عن التصعيد في الخطاب الإعلامي الحوثي، أيضا هناك عروض عسكرية، هناك تصعيد أيضا في ميدانيا سياسيا في جميع النواحي، تصريحات أيضا متكررة بالتلويح بالخيار العسكري، كيف تقرأ كل هذه المعطيات؟ يعني في كل الأحوال هذا التصعيد هو تصعيد في كل اتجاهاته، هو موجه فقط للداخل اليمني لمحاولة الاستثمار في المعاناة اليمنية، وحتى في الاستثمار في الأحداث الإقليمية، وأنا أخص اليوم ذكر مسألة استثمار ما يحدث من معاناة ومن جرائم من قبل الكيان الصهيوني على إخواننا في فلسطين. وهذا الأمر أنا أعتقد أنه أصبح واضحا أمام اليمنيين. هذه الاستعراضات هي استعراضات جوفاء، لكن يقصد بها فقط أن يخاطب فيها الداخل، أن تستمر الاستثمار الحوثي لقضايا اليمنيين في محاولة التخويف، التجويع، استمرار الهيمنة الحوثية. وبالتالي أنا أعتقد أنها كلها ما تلبث، دائما نحن نقول أننا نعول على هذا يعني هذا التردي في التفكير جماعة الحوثي كجماعة إرهابية متطرفة، هي لا يهمها أبدا معاناة اليمنيين، ولا يهمها أبدا، لا تفكر في مآلات ما يحصل بشكل استراتيجي وإنما تكتيكي. يعني هي لا تهمها ماذا سيؤول إليها المستقبل، هي تعمل اليوم من أجل التمكين، لأنها تخاف وتدرك أنها مستقبل ليس لديها لا مستقبل وليس لديها أي حاضنة اجتماعية. وهذا كله يندرج بعد ذلك، يمكن أن تدرج بعد ذلك كل شيء، ابتداء من تغيير المناهج، من محاولة يعني التطييف، محاولة إفساد الوعي، ثم تنطلق إلى مسألة الاستعراضات الوهمية أو الخطابات الجوفاء التي تخاطب فيها من هو مغرض به. وللأسف هي تؤثر إلى حد ما في بعض من لا يفهم يعني هذه اللعبة بشكل جيد. نعم، كان هناك جهود دولية، جهود إقليمية، جهود أيضا عمانية سعودية، رأينا مبعوثي الحوثي يصلون للمملكة العربية السعودية، وتفاءل الكثير من اليمنيين بأننا قد نصل إلى مرحلة سلام. هل لا زال الحل السياسي وعملية التسوية السياسية والسلام ممكنا مع هذه الميليشيات في ظل أيضا التطورات الجديدة؟
يعني دائما ما نقول لسنا يعني لا نحتاج في اليمن أو اليمنيين أن يثبتوا أنهم يعني مع هذا السلام، مع دعوات السلام، مع فكرة التوقف للحرب، لأنها هي معنى بذلك هي يعني توقف المعاناة، توقف التشرذم، توقف الإشكال الذي يعاني منه اليمنيين جميعا، يعني إيقاف النزوح وإيقاف التشرد وإيقاف الألغام وإيقاف القتل وإيقاف التجنيد للأطفال، وكل هذه الأمور هي حلها أن يكون هنالك توقف لهذا المعاناة، وأن يكون هنالك اتجاه للسلام. لكن ما هو مفهوم السلام الذي يقصده اليمنيون؟ هذا هو الإشكال الذي يعني يختلف تعريفه ما بين اليمنيون وحكومتهم الشرعية، التي أيضا على كل مستوياتها هي أثبتت وقدمت حتى تنازلات في بعض الأحيان حتى تغضب الشارع اليمني، وهي حتى في بعض الأحيان يعني تضع تساؤلات كبيرة إلى متى يكون هذه التنازلات. لكن كل هذا الأمر يقدم توصيفا حقيقيا وواضحا لمسألة ما هو السلام الذي ينشده اليمنيون وحكومتهم الشرعية، وهو السلام العادل الذي يقوم على إزالة الأسباب الصراع، الذي يعيد الدولة مؤسساتها، الذي يعني يفترض وجود دولة أو يعني يرسم دولة المواطن المتساوية التي تساوى فيها اليمنيين. هذا هو المفهوم الذي يفهمه اليمنيون لأي سلام يمكن أن تدعو له أي جهة ما، ومرحب به على كل المستويات حتى لو كان هنالك تجرع لبعض التنازلات. لكن ما هو مفهوم السلام لدى جماعة الحوثي؟ هذا هو الذي يجعلنا نؤكد أنها ليست معنية بالسلام. وأنا دائما ما أقول، أنا أراهن على أن هذا المفهوم للسلام لدى جماعة الحوثي هو الذي لن يحقق السلام، وهو الذي يقدم ألف دليل على أن جماعة الحوثي ليست معنية بالسلام. جماعة الحوثي تريد أن يستسلم اليمنيين للأمر الواقع الذي فرضته في مناطق الاحتلال الحوثي، أن يبقى على يعني سيطرتها العامة على كل هذه المناخات الموجودة، وأن يأتي الآخرين ليشاركوا معها في حكومة ليست يعني لا تملك قرارها، لا تملك سلاحها، لا تملك قدرتها على التغيير، ولا حتى على الذهاب إلى انتخابات بمفهوم الانتخابات المعترف بها والذي تعود عليها اليمنيين. إذا السؤال عندما نقول هل من إمكانية للذهاب إلى سلام، نقول أنه إذا كان بمفهوم الشعب اليمني لمسألة السلام العادل فهو هنالك إمكانية، لكن بمفهوم الحوثي لن يكون ذلك. وأنا أريد أن أذكر هنا أن هنالك اليوم تراجع عن حتى تلك الخطوة التي ذهب فيها الحوثي إلى الرياض، وقد ذكر الأمين العام يعني الخليج العربي أن السلام في اليمن تراجع خطوة بعد أن استهدفت جماعة الحوثي القوة البحرينية المشاركة في التحالف العربي، تراجع خطوات عندما مارست هذه الجماعة ذلك الاستعراض العبيط الذي تهدد فيه، هي تريد أن تهدد الخارج، لكن كما قلت هي رسالة أكثر موجهة إلى الداخل، إلى غيرها من الممارسات التي تستفيد منها من الحوثي. المعطيات الإقليمية والمعطيات أيضا الجديدة، يعني مؤخرا إذا تحدثنا في جانب المعطيات الإقليمية ما بين مثلا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي بالأحرى على قطاع غزة، انعكاسات مثل هذه الأحداث على واقعنا اليمني وعلى طبيعة التعاطي الدولي مع الأزمة اليمنية. يعني هذه الأحداث لها أكثر من تأثير. ما تحاول جماعة الحوثي من خلال استمرار الاستثمار في قضية القدس وفي قضية فلسطين والدم الفلسطيني المراق على أرض فلسطين الحبيبة، وأن تحاول أن تبيض وجهها وجرائمها، تحاول أن تهرب إلى موضوع بهذا النبل وهذه العظمة لمحاولة يعني جذب الناس بخطاب غير صادق على الإطلاق، غير حقيقي على الإطلاق. عبد الملك الحوثي يعني أو جماعة هذا التنظيم الإرهابي عندما تمرد على الثورة تمرد تحت شعار الموت لإسرائيل الموت لأمريكا، ودخل صنعاء وهو يعني تحت شعار مسألة إسقاط الجرعة
ومحاربة إسرائيل وأمريكا. عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب يقول أنه إذا ما تم أن ذهبت إسرائيل إلى ارتكاب حماقات فهو سيحرك وسيضرب وسيفعل. اليوم هو أيضا يتراجع حتى عن هذا الأمر ويقول إذا شاركت الولايات المتحدة الأمريكية فسنعمل وسنقول وسنفعل، وهذا وشاركت الولايات المتحدة الأمريكية وهو إلى اليوم صامت يلعب على مسألة الهروب إلى قضية كبيرة بهذا النبل، يحاول أن يلتصق بها لمحاولة تبييض وجهه أمام الناس، لمحاولة الهروب من استحقاقات مطلبية ومعيشية. وللأسف في أجزاء من هذا الأمر حقق مراده إلى حد ما، خفتت المطالبة بالمرتبات، وإن كان اليوم يستفرد أيضا حتى بمن طالبوا بالمرتبات، يعني المعلمين، رئيس نادي المعلمين يختطف في ثاني يوم للاعتداء الاعتداء الإسرائيلي أو اعتداء الكيان الصهيوني على غزة، يذهب عبد الملك الحوثي لإلقاء القبض على رئيس نادي المعلمين. نحن أمام استثمار يعني لن يكون لهؤلاء ولا لمحورهم أي دور في نصرة القضية الفلسطينية، هم يبحثون فقط عن الاستفادة والاستثمار لذاتهم لتبييض وجوههم وجرائمهم. وبالتالي أنا في رأيي أنه من المهم أن يظل مسألة كشف هذه المحاولات للجمهور. هنالك كثير من الجمهور من يعني نتيجة لتعاطفه مع القضية الفلسطينية ومع كل هؤلاء الشهداء الذين يسقطون في فلسطين، كل هذه المعاناة، ليسقط في وهم الخطاب الحوثي المنافق تجاه القضية الفلسطينية. برأيك أستاذ عبد الله، يعني هل أصبح لدى المشاهد أكثر مما مارست إسرائيل على اليمنيين؟ نعم، كنت سأسألك يعني هل أصبح لدى الجمهور أو الوعي الجمعي اليمني وعي كبير بأنها مجرد خطابات لاستعطاف اليمنيين وامتطاء قضية نبيلة كهذه القضية لأهداف خاصة بالحوثي؟ أنا أؤكد تماما أنه كلما زادت إسرائيل من عنفها ومن إجرامها ومن همجيتها، كلما ظهرت لليمنيين ولغير اليمنيين هذا النفاق وهذا الخداع وهذا الاستثمار وهذه العبثية التي يقوم بهذا المحور ومحور إيران وأدواته ومرتزقته في الوطن العربي، وعلى الخصوص عبد الملك الحوثي، ويدرك تماما أنه سيخسر. هذه نتائجها مآلات، وأنا أؤكد أنه لن يشارك في شيء، وهذه الخطابات كلها خطابات جوفاء قد يقع فيها بعض المغرر بهم، بعض الناس الذين يعني ثقافتهم بسيطة ومحدودة. لكن دعني أقول من تجربة شخصية، عندما نتحدث في وسائل الإعلام أو في التواصل الاجتماعي أو في تغريداتنا عن هذا الأمر، وننبه إلى مسألة أنه لا يجب أن تنخدعوا بخطاب الحوثي الذي هو متماهي مع المشروع أصلا، هؤلاء مشروعين يعني يحملان بعضهما، يتخادمان في كل الفترات التاريخ، لا يعني لا يكذبون على أحد. لن تجد من يرد عليك ومن يحاول أن يعني أن يدافع عن هذا الصنم إلا أولئك الذين ينتمون إلى نفس السلالة، ليس فقط الجماعة وإنما نفس السلالة نفس البيت. وبالتالي أنا أراهن على ثقافة ووعي يمني يا أخي، والله العظيم هذا الوعي لم يكن موجودا قبل 2014، هذا الوعي كان مفقودا خلال فترات وعشرات السنين، اليوم يتجذر من جديد، يعود من جديد، يتشكل من جديد، لأنه دائما ما نقول أن الأفعال والممارسات هي التي تكشف كل الأفكار وتكشف كل الخطابات. هذه الجماعة أثبتت أنها تريد أن تمارس إعادة التاريخ الإمامي بكل سوآته وبكل توحشه، واليوم ترتبط بمشروع آخر هو لا يقل توحشا ولا تدميرا في الوطن العربي. وبالتالي أنا أعتقد أننا في وضع من المهم أن تتحرك أيضا وأن تستمر مسائل الوعي ومخاطبة الناس وفضح هذا الخطاب المنافق إذا صح التعبير. عبد الله إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، نتحدث عن
تصعيد حوثي وتهديد متكرر وتصريحات متكررة بالتلويح بالخيار العسكري. هناك أنباء كثيرة تحدثت عن ذهاب الحوثيين نحو مزيد من التصعيد على المستوى السياسي أيضا على المستوى الميداني بهدف القضاء على فرص السلام، كما تحدث معي الأستاذ عبد الله إسماعيل عن امتطاء الحوثيين لمظلومية نبيلة وقضية نبيلة كقضية الفلسطينية لأهداف خاصة بهم، كما قاموا به منذ تأسيس هذه الحركة وشعارها بالموت لإسرائيل، خلافا أيضا لما تدعي هذه الميليشيات الانقلابية في خطابها السياسي، فإن ممارساتها على الأرض تدفع بالكثير باتجاه مضاد لمسار السلام. كان هناك ضغوط دولية، كان هناك الكثير من الضغوط الإقليمية للوصول إلى تسوية سياسية عادلة، كان هناك ترحيب أيضا من قبل الحكومة الشرعية بالوصول إلى مسار سياسي عادل وشامل يشمل أيضا تبادل الأسرى، يشمل أيضا كان هناك أيضا حديث عن البعض يتحدث عن أن ما تم التفاوض عليه هو التفاوض على تبعات هذه الحرب وليس أسباب هذه الحرب التي بطبيعة الحال هي بسبب الانقلاب الميليشياوي الحوثي الذي كان في العام 2014. إذن التصعيد الذي تقوم به الميليشيات الحوثية بلغ ذروته مؤخرا بتهديدات علنية تقوم بها هذه الميليشيات وتصعيد عسكري، أيضا عروض عسكرية قامت بها هذه الميليشيات، وأيضا مؤخرا عبر محطاتها الإذاعية التي يديرونها يهددون بقتل وأيضا تصفية كل من يعارضهم في مناطق سيطرتهم. مؤخرا أيضا قاموا باعتقال من يقودون الإضراب الشامل للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ 8 أعوام ليغلقوا الأبواب أمام أي آمال لتحقيق أي سلام في القريب العاجل. نتحدث اليوم إذن مشاهدينا الكرام عن فرص السلام، فرص الوصول إلى تسوية سياسية، فرص أن تنتهي هذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس في بلادنا بعد ما يقارب 8 سنوات من الحرب التي أكلت الأخضر واليابس. نتحدث عن في ظل أيضا وجود قرارات أممية ومرجعيات دوما ما تؤكد عليها الحكومة الشرعية، القرارات 2216 ومرجعيات أيضا المرجعية الخليجية وكثير من المرجعيات، وأيضا نتحدث عن دور المبعوثين الأممي وأيضا الأمريكي، شاهدنا لقاء لهما. الكثير من اليمنيين لم يعودوا يعولون على أداء المبعوثين الأمميين الإقليمي والدولي، وأيضا هناك من يتحدث عن أنه أي حل سياسي هو بطبيعة الحال هو تجريد بطبيعة الحال للشرعية من كل شيء، يعني هناك خياران لليمنيين، إما أن تجرد الشرعية من كل خياراتها أو أن نذهب للحرب. بطبيعة الحال لا يخفى عليكم مشاهدينا الكرام أن تتحدثون عن ميليشيات لا تعرف إلا لغة الحرب والحرب فقط، لا تؤمن بمسار السلام ولا تعرف أي تسوية سياسية. وجود السلام هو عبارة عن نهاية لها، خصوصا أنه لا يوجد حاضنة لهذه الميليشيات، ولا يمكن لهذه الميليشيات أن تقبل بأن تتحول إلى مجرد حزب وكيان سياسي يمكن أن يرضى بأن يكون يتخلى عن السلاح ويتخلى عن كل المكاسب التي تربح بها خلال فترة هذه الحرب، وبكل بساطة يتحول إلى مجرد كيان سياسي. هذا الكيان السياسي إن وجد لن يكون له أي شعبية، سيكون كيان منبوذ ليس محل شعبية من قبل اليمنيين. إذن بانتظار أن يكون معي مداخلة هاتفية سيشارك معي أيضا مشاهدينا الكرام الأستاذ محمد المخلافي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك محمد. أهلا وسهلا أستاذ أكرم بك وطاقم قناة عدن وبكل المشاهدين. أهلا وسهلا بك محمد. نتحدث اليوم عن تصريحات متكررة من قبل الميليشيات الحوثية بالتلويح بالخيار العسكري، أيضا هناك تصعيد ميداني، تصعيد في الاعتقالات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثي. هذه المعطيات جميعا كيف تقرأها؟ دائما ما نقول بأنه لا يمكن عزل الملف اليمني عما يجري في المنطقة، وبالتالي هذه نوافذ تطل من خلالها إيران على سياستها الدولية وأيضا ضغوطاتها التي تمارسها على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الملف النووي وغيره.
وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن تصعيد سواء في الجبهات الداخلية أو حتى لأهداف خارجية إلا ب يعني إيعاز إيراني للتدخل اليمني. وبدأت الصورة تتكشف شيئا فشيئا فيما يخص أيضا الملف الفلسطيني والتصريحات الإيرانية التي حتى اللحظة لم تغدو سوى مجرد تلويح بأوراق معينة سواء في الجانب الدولي أو الجانب الإقليمي. كذلك تصريحات إيران فيما يخص الأمم المتحدة ومندوبها في الأمم المتحدة متناقضة تماما عن ما تحدث فيه وزير الخارجية الإيراني خلال بعض محادثاته في المنطقة. في هذه النقطة تحديدا محمد، يعني تحدثت عن تلويح بأوراق معينة من قبل إيران، وبطبيعة الحال الحوثي هو ذراع ضمن أذرع إيرانية. طبيعة التعاطي الدولي مع الميليشيات الحوثية مستقبلا، خصوصا في ظل التطورات الإقليمية، في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، طبيعة التعاطي الدولي مع الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة كحزب الله، كالحشد الشعبي في العراق، كميليشيات الحوثي في اليمن، هل يمكن أن تنعكس إيجابا على القضية اليمنية؟ عندما يتحول الوكلاء المحليون إلى مجرد بياد في يد طرف خارجي، بكل تأكيد تكون القضايا الوطنية هي الخاسرة الأكبر من هذه التحركات. المنطلقات الحوثية مع كل أسف متجردة تماما وبعيدة تماما عن المنطلقات الوطنية، وبالتالي حتى مسألة السلام ومحادثات السلام في اليمن لم يحدث فيها أي تقدم إلا عندما كان هناك تقارب سعودي إيراني، وبالتالي هذا يعطينا صورة واضحة ومشهد أوضح عن يعني المتحكم الحقيقي والفعلي بقرار هذه الميليشيات. المبادرة السعودية مثالا على ذلك يعني كانت واضحة من بداية العام 2021، وقدم فيها الكثير من التنازلات والمغريات كذلك للحوثيين، ومع ذلك رفضوها وقاموا بالتصعيد، بينما كانت المغريات أقل بكثير في المحادثات الأخيرة. ويعني هناك حديث عن قبول الحوثيين بهذه العروض أو هذا العرض الذي يعد من حيث المغريات أقل بكثير عما عرض سابقا، لسبب واحد فقط هو أن إيران قالت لهم اذهبوا باتجاه هذا ولو مرحليا باتجاه السلام. يمكن عكس هذا المشهد تماما على المشهد الإقليمي كذلك. مهما كانت رغبة اليمنيين سيكون التحرك الحوثي من أجل المصالح الإيرانية، وأعتقد أن كلام الحوثي أيضا مؤخرا كان واضحا في مسألة أنه إذا تعرض حزب الله لأي هجوم فإن الجبهة الحوثية أو الجغرافية اليمنية ستكون أيضا مساندة أو أرضا لبنانية إذا ما صح التوصيف. وبالتالي يعني هذا عدم اعتراف تماما بالحدود الوطنية أو المواثيق الدولية، وأيضا هناك تناسي أنه حتى يعني مش ممكن يكون هذا مجرد خطاب للاستهلاك الإعلامي محمد لدغدغة مشاعر الناس والتعاطف، خصوصا في ظل المعطيات الحالية في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة. فيما يخص حزب الله أنا لا أعتقد أن هذا يعني مجرد تهديد، لأنه يعني لأكثر من مرة وحسن نصر الله يؤكد بأنه يتمنى أن يقاتل في اليمن، وكذلك عبد الملك الحوثي يتمنى أنه جندي من جنود حزب الله في الضاحية الجنوبية، كما هي قنواته في المسيرة والساحات وغيرها من القنوات التي تبث من الضاحية الجنوبية. فبالنسبة لأذرع إيران هذه جغرافيا موحدة، لكن موحدة ليس من أجل المصالح العربية أو المصالح الوطنية لهذه الجغرافيا أو هذه الدول، سواء بالحدود المعترف بها دوليا أو حتى كأمة عربية وإسلامية، هي فقط مجرد جغرافيا لتحريك البادقة الفارسية في المنطقة تحت شعارات إسلامية أو ثورية.
تطورات كثيرة أيضا على المستوى الميداني، كان هناك استهداف من قبل ميليشيات الحوثي لجنود بحرينيين في المنطقة. تحدث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عملية السلام مع الميليشيات الحوثية عادت خطوات كثيرة إلى الوراء. أيضا تحدثت في بداية الحلقة أن هناك المزيد من التصعيد ميدانيا وسياسيا من قبل الميليشيات وتصريحات متكررة بالتلويح بالخيار العسكري. إذا هنا يبدو أنه أي حل سياسي مع الميليشيات ربما يكون صعب في ظل، خصوصا في ظل التطورات الجديدة. فرص الوصول لتسوية سياسية ما حجمها خصوصا في ظل ما تحدثت فيه من تطورات؟ فرص الوصول إلى تسوية سياسية مع الحوثيين تشبه تماما فرص الوصول إلى تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. العقيدتين متشابهتين تماما من حيث البنية الفكرية أو التوجه العسكري الذي يسيطر عليه حب الانقضاض أو الرغبة بالانقضاض والتوسع أكثر وأكثر. وإضافة إلى ذلك أنه مثل ما ذكرنا سابقا الحركة الحوثية لا تتعدى كونها ذراع إيرانية في المنطقة، وبالتالي هي متواجدة لغرض معين وهو تحقيق هذه المصلحة. وهذه المصلحة أيضا تقتضي في الوقت الحالي الهدوء والسكينة، إلا في حال واحد أنه حصلت مواجهة بين إيران وإسرائيل، سواء توجيه ضربات لإيران أو لمشروع النووي أو استباق إيران لهذه المسألة وإشغال المنطقة، لإشغال إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة العربية كي يبتعدوا ويتغاضوا عما يحدث في إيران، وكذلك هروب من المشاكل الداخلية يعني أو نحو الخارج. وبالتالي مع كل أسف الجغرافيا اليمنية حتى اللحظة ما زالت أرضا لتصفية الحسابات الإقليمية بتوجه إيراني واضح أن تظل هذه المنطقة مشتعلة كونها مهمة سواء للجزيرة العربية أو للامتداد الجغرافي العربي أو أيضا إطلالتها وإشرافها على الممرات الدولية، وبالتالي يصبح عندها دعنا نقول مضيق هرمز بديل كذلك. ربما قد تشعل إيران النار في باب المندب قبل أن تشعلها في مضيق هرمز، لأنه مضيق هرمز تحت مسؤوليتها المباشرة من جمع الدول. نعم، بالعودة إلى فرص التسوية أيضا، من خلال هذا الأسبوع التقى المبعوث الأمريكي مع المبعوث الأممي وناقشوا فرص التسوية السياسية، إضافة أنه عندنا مبعوثين كثيرة محمد، عندنا مبعوث سويدي، عندنا ربما مبعوث نرويجي، يعني يناقشون القضية اليمنية. يعني هل نسمع جلجلة ولا نرى طحينا؟ هل تشكلت أيضا لدى هؤلاء المبعوثين رؤية واضحة، صورة واضحة وسيناريو لما يمكن أن يكون عليه الحل بعد 8 سنوات من هذه الحرب؟ مثل ما ذكرت أنه في الأخير هذه الصفات يعني في الأخير هي صفات وظيفية ولا يستطيع أصحابها الخروج عن الدور المرسوم لهم، وهذا ما يتحدث بها المبعوثين بشكل عام أنهم موجودين كوسطاء. وربما التطورات الأخيرة في التسوية السياسية كانت بجهود بمنأى عن الجهود الأممية وجهود المبعوثين. هذا ما كنت سأتي إليه. الآن هناك نوع من الترقب للجهود الدبلوماسية العربية المتمثلة في الوساطة العمانية السعودية، وكذلك المحادثات الحوثية السعودية يعني من باب التهدئة على الحدود اليمنية السعودية والانطلاق نحو تفاهمات معينة على ضوئها يمكن بناء أي عملية سياسية قادمة. وأعتقد أن هذه العملية لن تحدث إلا بإشراف أممي، كون الأمم المتحدة ومبعوثها موجودين في اليمن منذ العام 2011 والجميع يرغب بالعودة إلى المسار السياسي الذي رسمته الأمم المتحدة سواء بالمبادرة الخليجية التي كانت الأداة المباشرة والفعلية للمضي قدما في هذا المسار. لكن في الأخير القاعدة التي سيبني عليها المبعوثين الأمميين تحديدا المبعوث الأمم
التابع للأمم المتحدة بدرجة رئيسية بمنع عن السويدي والأمريكي، ستكون القاعدة هي التفاهمات التي ستحدث إقليميا، والتي هي في الأساس تفاهمات سعودية إيرانية ينضوي تحتها التهدئة التي تحدث ما بين يعني الحوثيين والمملكة العربية السعودية على طول الشريط الحدودي. نعم، يعني بعد ثمان، أختم معك بهذا السؤال محمد، بعد 8 سنوات من هذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس، هل يمكن القول أنه أصبحنا اليمن فقدت مخرج الطوارئ وأصبحنا أمام انسداد مطلق، يعني لا الحوثي ولا الشرعية ولا دول الإقليم ولا المجتمع الدولي قادرين أنه يخرجوا هذا الشعب؟ يعني لا، مخرج الطوارئ نحن سلكناه في العام 2015 من خلال يعني مقاومة المشروع الحوثي وانطلاق أيضا عاصفة الحزب وتأسيس جيش جديد وقوات جديدة مناوئة الحوثي على الأقل من باب توازن الرعب. سنفقد هذا المخرج أو سيتم سده تماما في حال ذوبان هذه القوات التي تم تشكيلها، لأنه أو عدم تسليحها بالأسلحة المناسبة التي ستكفل ما يسمى توازن الرعب الذي عملت إيران على منحه للحوثيين منذ اللحظات الأولى من خلال يعني التوقيع على 14 رحلة أسبوعية لإيران، بكل تأكيد لن تكون لنقل الأدوية أو الأغذية أو المسافرين، لنقل الأسلحة النوعية والصواريخ والطيران المسير. وطالما أنه سيفتح المطار مطار صنعاء للحوثيين وميناء حديدة، وسيمكن في حال يعني نجاح المخطط الإيراني من السيطرة على مساحات شاسعة من الحدود البحرية والجوية كذلك أو الموانئ الجوية دون منح الأطراف الأخرى من نوع الحوثيين الأدوات الحقيقية والمناسبة التي تكفل لهم توازن الرعب، يعني سيكون بهذا الشكل هذا المخرج، مخرج الطوارئ الذي صنيته مسدودا تماما، ليس فقط لليمنيين بل ايضا للاقليم برمته، لانه شيئا فشيئا الصوره تتضح والمشهد يتضح بانه هناك محور ايراني موحد سواء في الرساله الاعلاميه او في التحركات العسكريه التي تاتي بتنسيق دقيق للغايه وموحد والكنترول بكل تاكيد في طهران وليس في مكان اخر. محمد المخلافي الإعلامي والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك. إذن كما تحدث محمد، مشاهدينا الكرام، الصورة تتضح، هناك محور إيراني موحد في ظل الشتات وتشرذم المحور الآخر. مشاهدينا الكرام، نتحدث اليوم عن التلويح المتكرر من قبل الميليشيات الحوثية بالخيار العسكري والتصعيد في ميدانيا وأيضا سياسيا، وبهدف القضاء على أي فرص لتسوية سياسية، بهدف القضاء على أي فرص للوصول إلى سلام عادل وشامل لهذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس. وقد كانت هناك فرص للوصول إلى تسوية سياسية وجهود حثيثة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأشقاء في سلطنة عمان خلال الأشهر الماضية للوصول إلى تسوية سياسية، لكن هذه التسوية تقابل أيضا نوع من التعنت من هذه الميليشيات. كما نعلم مشاهدين الكرام، هذه الميليشيات لا تعيش إلا في ظل الحرب ولا تستطيع أن تتنفس في ظل دولة، في ظل وجود سلام عادل وشامل، لا يمكن أن تضحي بكل ما قامت به خلال الفترات الماضية، خلال السنوات الماضية. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بعد الحدث، تحدثنا فيه عن فرص السلام وعن التعنت الحوثي وعن التلويح بالخيار العسكري من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية. وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من بعد الحدث، ألقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله. في أمان الله.